إلى ذلك تدعو وزارة الصحة جميع فئات المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين لاتباع الإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة من الوزارة للحفاظ على الصحة وعدم انتقال فيروس كورونا. باستمرار وضرورة تجنب السلام باليد أو العناق أو تقبيل الآخرين، وأهمية تغطية الأنف والفم عند العطس، وتجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة. وتدعو الوزارة إلى أهمية تقوية المناعة عبر ممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع نظام غذائي متكامل، إلى جانب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. كما تدعو الوزارة إلى تجنب التدخين والتأكد من الحصول على كافة التطعيمات حسب جدول التطعيمات الموصى بها. تعليمات الوقاية من التعرض لفيروس كورونا: غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بشكل دوري مع الحرص على استخدام معقم اليدين، تنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيداً بصورة دورية، غطي فمك عند السعال أو العطاس وتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة، تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.